بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق. تبقى سلمية. هذا الشعب كله طالع، صغير وكبير. تعال عمو تعال، حتى هذا الطفل العراقي صغير عمرك ايش قد عمو؟ 12 سنة طالع على موتكم. اذا هم عندهم شوارب ويقولون احنا زلم، والله كلهم يستقيلون ويوقفون. يا الشعب، الشعب تعب، الشعب انذل، لا شغل لا عمل لا تعيين، كافي بعد كافي. الشعب كله طالع، نطلب من عندهم اذا عندهم كرامة يطلعون ويحترمون الشعب ويجون هم يجيبون. تعال يا شعب، هايكم رئيس وزراء طلع من عندكم وتختارون، بس خلي عندهم كرامة وخلي يطلعون وخلي يحترمون الشعب وكل شيء ما نريد من الله. تعبنا والله العظيم تعبنا، شعب تبع سني شيعي كردي جميعا الطواف تعبانة من عندهم ويعرفون نفسهم هم ذلوا الشعب لهنا وكافي بعد. والله احنا هسه مطالبنا يعني هذا الشعب العراق شوفوه يعني ما جاي يحترفون بيه. ولا تقول بشر يعني طالع عليهم، ولا تقول بشر طالع عليهم يعني عندهم شيء يعني هيك يعني حاطين الشعب ما ادري يضحكون عليه ما جاي يفتهم شيني. كافي والله العظيم تعبنا والحسين تعبنا، ملينا ملينا ملينا. الريد انتخابات يسوون، البرلمان هذا كله يلغوه، مو يوخرون رئيس الوزراء ويخلون البرلمان، كان البرلمان كله فاسدين، شنو الفائده؟ اهم المطالب الشعب كله طالع يريد وطن، لان الوطن مسلوب من قبل الاحزاب والعملاء الخارجيين. زين ما نريد احنا، لا قالت المرجعيه ما نريد تدخل اجنبي بالعراق، نريد الشعب هو اللي يحقق مطالبه وهو اللي يخلي حكومه شرعيه، ما نريد احزاب اخذت حق المواطنين كله. يعني ماكو لا شارع محفر ولا معدن يصير احسن من اليابان 10%، لان واردات العراق خير من الله. عندنا بترول، عندنا زئبق، عندنا يورانيوم، عندنا نفط، عندنا زراعه، عندنا صناعه، فعندنا كل شيء موجود داخل العراق. فليش هالقمع هذا؟ ليش هذه؟ ليش ما تخلون الشعب مرتاح؟ يعني انتم تحجون بالاسلام وانتم الاسلام بري من عندكم. يعني الاسلام الله نزل القران رحمه للبشريه، مو قال لك انا انت تحكي واني بالزياره الحسينيه ونازل لك ناصب لك مواكب وهذه او تقمع بالشعب مالتك. ترى كافي، شبعتوا من دمنا كافي ترى. يعني ليش هسه العراقي اذا يروح بغير دوله ليش استفاد من كل شيء؟ يعني بالمانيا مثلا بلندن استفاد من نفط العراق مثلا، يعطونا دار شقه وسكن، ليش احنا من ابن الخيبه ما يستفاد؟ ليش؟ من وراء الحرامي ترى ملينا، ترى ارتفع الكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. ان شاء الله مستمرين حد الموت، ان شاء الله منتصرين عليهم ان شاء الله ونخلص من هاي الاحزاب الايرانيه. اي مطالب ما عندي، لا اريد شيء ولا شيء، بس اسقاط هذا النظام الفاسد اللي وصلنا للطائفيه وللتفرقه وكلا للاحزاب الفاسده. انا اريد نظام لا بي اقليات ولا بي كردي ولا عربي ولا اي شيء، بي بس نظام مستقل عراقي خلاص، بس عراقي، لا للتقسيم ولا للاقاليم ولا لاي شيء، كلا للاحزاب. طيب اقاله عادل عبد المهدي، يعني بس موضوع الاقاله لو انه تريدون ان تطالبون انه يكون محاكمته ما تهمنا، اقالته ما تهمنا، لان هو ولا شيء، واحنا نريد محاكمته، مو بس هو، محاكمته قبلها هم كانوا كلهم اللي لعبوا بالعراق وسرقوا امواله وحطموا الشباب وحطموا البنيه التحتيه واي شيء، كلهم محاكمتهم. شارع قلع يعني ما يهمنا اي شيء. عمي احنا جايين هنا، جايين نريد وطن. ايش تردون عمي؟ وطن. ايش تردون؟ وطن. ليش جايين؟ وطن. عمي نريد وطن، خلي يطلعون احسن لهم. بزعونا. والله يا عمي بزعونا.